طيب انت بتقول الرياضه كانت كلها صعبه، يعني هم بيقولوا الاحياء كان في مد، كان في تكه واحده بس كان عندهم اللي هو سؤال فوسفات. اه احنا عندنا تمام. وانت في الرياضه كان عندك ايه؟ كراميكا كل اسئله لفه مش مباشره، يعني كل اسئله لفه مش مباشره. الوقت كفى اللي هم الثلاث ساعات حاطين امتحان فلسفه تقريبا علم نفس. علم نفس ده مش فاهم بس علم يعرف. احنا الرياضه اللي محتاجه تفهم الدنيا ساعتين بس. تمام ساعتين بس. اه فدي مشكلة طبعا، يعني انا سايب حاجات كتير بسبب الرياضة. سايب حاجة؟ تمام سايب حاجات كتير انا كنت عارفها بسبب الرياضة.